أهلا فيكم من جديد، معكم زميلكم محمد صمادي من دفعة روح. إن شاء الله راح أكمل في هذا الفيديو البارت الثاني من تجربة 11. حكينا بالبارت الأول، في الفيديو الأول حكينا عن الإبيثيليوم تيشو، سولفنا عن الأنواع، سولفنا عن الخصائص، سولفنا عن أماكن التواجد. هسه في هذا البارت راح نكمل عن الكونكتيف تيشو، عن الماسكولار تيشو، عن النيرفاس تيشو. راح تشوفوا انه بهذا البارت الامور راح تمشي شوي اسهل، كون الامور يعني مستحيل تكون اصعب من البارت الاول. البارت الاول اجى شوي في معلومات زخمه ومترابطه، ويعني خلينا نحكي كثير معلومات قريبه من بعض، فالامور شوي بتكون شوي معجوقه. اما بالنسبه لهذا البارت لا، فشوي الامور بتكون ان شاء الله اوضح. بحكي هسه بالبدايه راح نحكي عن الكونكتيف تيشو. بحكي لنا الكونكتيف تيشو ار فايبرس تيشو، يعني عباره عن تيشو مكون من الياف، يعني هو نسيج ليفي. الكونكتيف تيشو معناه بالعربي هو النسيج الضام، فهو بيكون مكون من الياف. They are made up of cells separated by extracellular matrix. إذا متذكرين بالإبيثيليوم حكينا إنه الإكستراسيلولار ماتريكس بتكون قليلة، وليش؟ لأنه الخلايا بتكون متلاصقة مع بعض. أما هنا بالكونكتيف تيشو فلا، الخلايا بتكون هنا مفصولة عن بعض بالإكستراسيلولار ماتريكس. الإكستراسيلولار ماتريكس هي المواد اللي بتكون، يعني هي نون ليفينج ماتيريال، هي مواد مثل الكربوهيدرات، مثل مواد بغض النظر، يعني سوائل، كربوهيدرات، بروتينات، بغض النظر هي بتفصل الخلايا الكونكتيف تيشو عن بعضها. بالتالي the extracellular matrix is larger than cellular material، المواد اللي بتكون خارج الخلية مقارنة بداخلها بتكون أكثر. All connective tissue except cartilage are vascularized. Vascularized متذكرين معناتها أخذناها بالإبيثيليوم إنه هي بتكون مزودة بالأوعية الدموية، فكل ال connective tissue بيكون مزود بالأوعية الدموية، بيكون واصله أوعية دموية، بيكون واصله فيزلز، باستثناء الكارتيلج. الكارتيلج اللي هي الغضاريف. All connective tissue except blood and lymph consist of three main components اللي هم الفايبرز، الجراوند سبستانس، والسيلز. هسه جميع الكونكتيف تيشو باستثناء الدم واستثناء الليمف بيكون مكون من ثلاث امور رئيسيه اللي هي الفايبرز، الالياف، الجراوند سبستانس، والسيلز، الخلايا. بالنسبة للبلد والليمف هم عبارة عن سوائل، بالتالي بما انهم سوائل ما بيكون في، ما بيحتووا على الفايبر، ما بيحتووا على الالياف، فهم بيكونوا مكونين فقط من الجراوند سبستانس والسيلز. تمام. هسه بالنسبة للخلايا اللي بتكون موجودة بالكونكتيف تيشو، هسه الكونكتيف تيشو بيحتوي على اربع انواع من الخلايا. هي الفايبروبلاست، هي الخلايا اللي بتكون للفايبروسيس، الخلايا اللي بتكون للفايبرس، بتكون للالياف. والاديبوسايت، الخلايا اللي بتكون للاديبوسايت، الاديبوز. الماست سيلز، وفي عندي اللي هي الماكروفيتش والليكوسايتس. الليكوسايتس هي خلايا الدم البيضاء، والماكروفيتش هي احد انواع خلايا الدم البيضاء اللي بتعمل لعملية البلعم. ايش وظيفة الكونكتيف تيشو؟ وظيفة الكونكتيف تيشو حسب يعني شيء طبيعي، متذكرين لما حكينا بالإبيثيليوم انه تحت كل إبيثيليوم تيشو بيكون فيه كونكتيف تيشو، فهو ايش وظيفته بشكل اساسي؟ اللي هي السبورت، انه بيعمل دعم، بيعمل حماية ودعم للأنسجة الثانية. كونكت بيصل الأنسجة ببعض، or separate different types of tissues، اما يعني هو بيربط الأنسجة ببعض، بنفس الوقت بيفصل الأنسجة عن بعضها. كيف بدي احكي لكم اياها؟ على فرض انه هذا كان عندي ابيثيليوم تيشو، وهذا عندي ابيثيليوم تيشو، هون بيكون موجود عندي ايش؟ الكونكتيف تيشو. يعني هو فصل النسيجين هذول عن بعض، بنفس الوقت المنطقه هاي ما ظلت فاضيه، هو تواجد فيها، فهو ربطهم ببعض. تمام. الكونكتيف تيشو is found between other tissues، بيكون موجود بين الانسجه الثانيه في كل مكان في الجسم. يشمل ذلك السنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي بيكون مكون من البرين، الدماغ، والسباينال كورد، الحبل الشوكي. فالانسجه يعني خلينا نحكي المننجز اللي هي السحايا او الاغشيه اللي بتكون، اللي بتكون فوق، اللي بتكون عند البرين، هي بتكون مكونه من ايش؟ بتكون مكونه من كونكتيف تيشو. وفي عندي بالنسبه للحبل الشوكي اللي هي البياماتر، بالنسبه اللي هي بتحيط بالحبل الشوكي، بتحيط بالسباينال كورد، بتكون برضه مكونة من connective tissue.
تمام. How are connective tissues subdivided؟ كيف احنا بنقسم الكونكتيف تيشو؟ ايش هي تقسيمات وانواع الكونكتيف تيشو؟ هسه احنا بنقسمهم، نقسم الكونكتيف تيشو لنوعين اساسيين، اما سبيشال كونكتيف تيشو او كونكتيف تيشو بروبر. هسه بالنسبه للكونكتيف تيشو بروبر برضه بنقسمه لقسمين، فعندنا الدنس واللوس اللي هي الاريولار. بالنسبة للدنس برضو بنقسمه لقسمين، ريجولار والريجولار، وهسه هذا كله حنوضحه بالتفصيل. بالنسبة للسبيشال كونكتيف تيشو في عندنا الريتيكولار، اديبوز، الكارتيليج، البونز والبلد. رح نحكي بالبداية عن الكونكتيف تيشو بروبر. تمام، حكينا انه الكونكتيف تيشو بروبر في اما بنقسمه لقسمين، اما دنس اما لوس. هسه بدنا نحكي بالبداية عن الدنس، ونتذكر انه الدنس اما ريجولار او الريجولار. هسه الدنس كان بي ريجولار او ريجولار، ممكن يكون منتظم او غير منتظم، هسه راح نوضح بالصور كيف راح يكون. بالنسبه للاكسترا سيلولار ماتريكس، الماده اللي بتحيط بالخلايا ايش بتكون؟ بتكون مكونه بشكل اساسي من الكولاجين فايبرز، بتكون مكونه بشكل اساسي من ايش؟ من ماده الكولاجين. السيل تايبس روز اوف فايبروبلاست، صفوف من الفايبروبلاست. احنا حكينا الخلايا اللي بتكون الكونكتيف تيشو، فهون بشكل اساسي بالدنس كونكتيف تيشو سواء كانت ريجولار او ايرريجولار بتكون الخلايا المكونه لها ايش هي؟ الفايبروبلاست. الفايبروبلاست وين بتكون موجوده؟ بتكون موجوده بين الكولاجين. بالنسبه للفايبروبلاست احنا حكينا انه هي عباره عن فايبر بروديوسينج سيلز، هي عباره عن سيلز بتعمل سينثيسايز للفايبرز، يعني هي بتنتج الفايبر. Form strong rope-like structures such as tendons and ligaments، بتكون لمواد شوي قوية وصلبة مثل التندونز. بالإضافة لهيك إنها متكونة إنها بتترتب على شكل صفائح. بالإضافة لأنها بتكون موجودة في طبقة الديرمس وهي أحد طبقات السكن، طبقات الجلد. هسه إحنا حكينا إنه الدنس إما بتكون regular أو irregular. CT يعني connective tissue. تمام، فاحنا حكينا ان الدنس اما بتكون ريجولار او ايرريجولار. ايش بيميز الريجولار عن الايرريجولار؟ بالنسبه للريجولار بيكون فقط عندي بس الكولاجين، ما بيكون في عندي اي ماده ثانيه، بيكون الكولاجين مرتب بشكل منتظم. اما يعني بيكون في عندي غياب لشو؟ لماده الالاستين والريتيكولار، هذول احد انواع الفايبرز، هذول بيكونوا ايش؟ كومبليتلي ابسنت، مش موجودين ابدا. فهون بنشوف بالصور كيف تكون الشكل الكونكتيف تيشو بيكون لما يكون ريجولار دنس. بتكون الشكل يعني بيكون صح في تموج لكنه بانتظام، زي كأنهم موازيات لبعض. هون انا بقدر اميز برضو نفس المبدأ انه في تموج لكن في انتظام بهذا التموج. لو سألني ايش هاي الخلية، كون هنا هاي خلية، كيف عرفت انها خلية؟ لانه في نواة. فلو سألني ايش هاي الخلية فبقول له ايش؟ فايبروبلاست. لو سألني ايش هاي الخلية ايش بقول له؟ فايبروبلاست. هاي فايبروبلاست، كلهم فايبروبلاست. بالنسبة للإرريجولار كونكتيف تيشو، هسا بالإرريجولار إيش بيكون؟ في عندنا إحنا حكينا الفرق بيناتهم إنه هنا ما في إلاستين ولا ريتيكولار، هنا بيكون في كمية خفيفة من الإلاستين وبيكون في يعني مش بس الكولاجين بيكون. بالإضافة لهيك إنه the collagen fibers بتكون هنا the thick one مقارنة بالإلاستين are predominant in this tissue and arrange in irregular patterns، بتكون مرتبة بشكل غير منتظم. وفي بعض الأحيان بتكون زي شبكة مثل ما بنشوف في هاي الصورة. الخطوط الثيك، الخطوط الغميقة بتكون الخطوط الغامقة والخطوط العريضة هي بتكون ايش؟ اللي بتكون الفايبرز. أما بالنسبة للخطوط النحيلة فهي اللي بتكون الإلاستين. هسا بدنا نحكي عن الأريولار كونكتيف تيشو. أريولار تذكروها إنه أريولار من الأير يعني من الهواء يعني هوائي، ومنسميها لوز كونكتيف تيشو. سي تي مرة ثانية يعني كونكتيف تيشو. هسا هذا النوع من أنواع الكونكتيف تيشو هو الأكثر تواجدا والأكثر وفرة في الفقاريات في الفيرتبريتس. هو الموست كومن تايب اوف كونكتيف تيشو ان فيرتبريتس، سترونج انف تو بايند ديفرنت تيشو توجذر وسوفت انف تو بروفايد فلكسبيليتي اند كوشننج. ايش يعني هذا؟ هو صلب كفاية لربط، يعني صلب وقوي كفاية لربط الأنسجة ببعض
تمام. وبنفس الوقت هو مرن كفاية لحتى يأمن لي الليونة والمرونة. هسا لو كان جسم الإنسان صلب تماما، كان أنت لما تخبط بالباب مثلا أو تخبط بالحيط كان أنت هيك حتتكسر. لكن أنت لازم يكون في عندك شوية مرونة وشوية ليونة حتى أنت ما تكون مثلك مثل القزاز مثلا. وظيفة الـ Areolar Connective Tissue إنه هو holds organ in place، إنه يثبت يحمل الأعضاء في مكانها، بالإضافة إلى إنه بيكون تحت الإبيثيليال تيشو، بيكون متصل بالإبيثيليال تيشو وبيوصل الإبيثيليال تيشو بالنسيج اللي تحته. إحنا حكينا إنه الإبيثيليال تيشو دائما تحتيه Connective Tissue، وبالغالب نوع الـ Connective Tissue اللي بيكون تحت الإبيثيليال تيشو هو الـ Areolar Connective Tissue. بالنسبة لموقعه فهو بيكون محيط بالأوعية الدموية وبيكون محيط بالنيرس، بيكون محيط بالأعصاب. The matrix of this tissue contains many different cells such as mast cells and macrophages. الخلايا بتكون مش بس fibroblasts، بيكون في عندنا mast cells وبيكون في عندنا macrophages، بس بشكل أساسي في عندنا fibroblasts. The matrix contains three main types of connective tissue fiber. فعندنا ثلاث أنواع من connective tissue fibers اللي هي الفايبرز اللي هي الالياف. فعندي ثلاث انواع، مش بس الكولاجين مثل ما اخذنا بالدنس connective tissue الريجولار، لا بيكون في عندي برضو الالاستيك فايبرز، بيكون في عندي الريتيكولار فايبرز. مثل ما بنشوف بالصوره الكولاجين دائما بيكون ايش؟ الكولاجين بيكون دائما ثيكر، بيكون سميك. اما بالنسبه للالاستين، الالاستين بيكون دائما نحيل. The matrix of the areolar connective tissue is populated with cells which are macrophages, plasma cells, adipocytes or fat cells, mast cells or lymphocytes. احنا حكينا انواع الخلايا اللي بتكون هي connective tissue. فالخلايا هو مش بس بال يعني خلينا نحكي انه هذا النوع من الكونكتيف تيشو بيكون على شكل الماكروفاج، بيكون من البلازما سيلز. بلازما سيلز اللي هي اساسا نوع متطور من من الليكوسايتس، اذا متذكرينهم حكيناهم من انواع الكونكتيف تيشو، الخلايا اللي بتكون الكونكتيف تيشو. تمام. هسه بدنا نحكي عن السبيشال كونكتيف تيشو. خلصنا هيك، احنا حكينا لما حكينا من تصنيفات الكونكتيف تيشو حكينا انه سبيشال والبروبر. الدنس كونكتيف تيشو حكينا عنه، وهسه حكينا عن الاريولار كونكتيف تيشو. ظل عندنا هسه السبيشال كونكتيف تيشو. أول شيء راح نحكي عنه من السبيشال كونكتيف تيشو هو الريتيكولار كونكتيف تيشو. من اسمه الريتيكولار كونكتيف تيشو معناته هو بيكون مكون من الفايبرز اللي بيكونوا مكونينهم، بيكونوا ريتيكولار فايبرز. هذول الريتيكولار فايبرز بيكونوا مكونين من الكولاجين، من مادة الكولاجين. Reticular fibers are synthesized by special fibroblasts are called reticular cells. الخلايا اللي بتصنع الريتيكولار فايبرز بسميها reticular cells. معلومة جدا قيمة صراحة. المهم reticular fibers are thin branching structures. هم بيكونوا متفرعين لكن بنفس الوقت بيكونوا ايش؟ جدا نحيلين، ما بيكونوا سميكات. ايش وظيفة ال reticular connective tissue؟ الوظيفة هي اول شيء بيكون محيط وبيدعم الليمفويد organs. الليمفويد organs هي الاعضاء اللي بتكون يعني الاعضاء الليمفاوية مثل الليمف نود، مثل النخاع العظم، البون مارو، مثل الطحال، السبلين. الوظيفة الثانية هاي وظيفة رقم واحد اللي هي support lymphoid organ. ثواني خلينا نوضحها بشكل أحسن. فالوظيفة الأولى اللي هي support lymphoid organ، والوظيفة الثانية اللي هي hold adipose، بتثبت الأديبوز وبتحمل الأديبوز، بتحمل الدهون في مكانها. طيب كيف تحمل الأديبوز أو الدهون في مكانها؟ عن طريق أنها بتكون لي هيكل أو skeleton اللي هو بسميه stroma. هذا الهيكل بيكون لين، فمن خلاله انا بقدر اعمل، من خلاله الريتيكولار كونكتيف تيشو بيحمل وبيثبت الاديبوز او الدهون في مكانها. بالنسبه للاكسترا سيلولار ماتريكس، الاكسترا سيلولار ماتريكس وانا بتكون ثينلي برانشد، يعني بتكون متفرعه لكنها نحيله، بتكون مكونه هي ريتيكولار فايبرز ميد اوف كولاجين. مكررة من هون نفس المعلومة اللي حكيناها فوق، إنها هي بتكون reticular fibers وبتكون مكونة من مادة الكولاجين. الإشي الثاني من الـ special connective tissue هو الأديبوز connective tissue أو الفات body.
هسه هو بيتكون بشكل اساسي من الاديبوسايت. الاديبوسايت هي سايت اللي هي يعني سيلز، واديبو اللي هي بالنسبه للدهون. فهو بيتكون بشكل اساسي من الاديبوسايت، بتكون برضه من الفايبروبلاست، بتكون من الفاسكولار اندوثيليال سيلز اند اديبوس تيشو ماكروفاج. هسه ليش حكينا اديبوس تيشو ماكروفاج، ليش ما حكينا ماكروفاج لحالها؟ لانه الماكروفاج في هي موجوده ومنتشره، هي خلايا مناعيه بتعمل عمليه البلعمه، موجوده ومنتشره في تقريبا في كل الجسم. فلما نحكي في كل مكان في الجسم، كل منطقه في الجسم بتكون الماكروفاج، الماكروفاج لها اسم مختلف عن الثاني. فهون احنا بنسميها ايش؟ اديبوس تيشو ماكروفاج. لو بدنا نحكي انه الاديبوس تيشو ماكروفاج، احنا بنقدر نحكي لهم، بنقدر نصنفهم لنوعين. مش كل الاديبوس، مش كل الدهون نفس النوع، مش كل الدهون نفس الاشي في الجسم. في عندي وايت اديبوس تيشو، تمام، اختصارها دبليو اي تي، وايت اديبوس تيشو. في عندنا براون اديبوس تيشو. الوايت اديبوس تيشو بيخزن الانرجي، هو ستورز انرجي على شكل الليبت، على شكل دهون، فهو مخزن للطاقه، بيخزن لي الطاقه على شكل دهون. بالنسبه للبراون اديبوس تيشو، البراون اديبوس تيشو بينتج الحراره، جنريت بادي هيت. طبعا معلومه زياده انه البراون اديبوس تيشو هو بيكون موجود يعني بالاطفال، ومع العمر ببلش ينقص اكثر فاكثر. وظيفة الأديبوس كونكتيف تيشو إن هو أول شيء مثل ما حكينا إنه بيعمل ستورج للإنرجي على شكل ليبيدز، والإشي الثاني اللي هي الكوشين اللي بيعطي الليونة للجسم، إنسوليشن أوف ذا بادي، وشغلة أخيرة هي البرودكشن أوف هرمونز، بنتج الهرمونات على شكل مثل يعني مثل هرمونات الليبتين. موقع الأديبوس تيشو هو بيكون موجود في وين؟ بالنسبة للإنسان الأديبوس تيشو يكون موجود في 5 أو 6 أماكن. أول مكان اللي هي بنيث تسكن، تحت طبقة الجلد، وسمي الطبقة هاي هي السبكوتينوس بات. المكان الثاني اللي بيكون موجود فيه هو الأراوند إنترنال أورجانز، حول إيش؟ الإنترنال أورجانز، حول الأعضاء الداخلية، وبكون موجود برضو بالبون مارو، بسميه يلو بون مارو. إحنا فوق حكينا عن الريد بون مارو، تمام؟ وين حكيناها؟ حكينا عن الريد بون مارو، ياسون، بالريتيكولار كونكتيف تيشو. اما بالنسبه للاديبوس بالاديبوس تيشو بتكون ايش؟ يلو. طب ليش يلو؟ لانه مع تقدم العمر اللون الاحمر، وهذاك لما نحكي ريد بون مارو، هو بيكون بسبب خلايا الدم الحمراء. فمع تقدم العمر بيخف انتاج خلايا الدم الحمراء، وبصير اللون يتحول الى اللون الاصفر. بيكون موجود برضه بالنسبه يعني الاديبوس تيشو بيكون موجود برضه بالانتر ماسكولار، يعني بين الاعضاء، بين في الماسكولار سيستم، والمكان السادس اللي هو الانبريست تيشو. هون بيحكي لنا انه the vacuole of the fat cell is filled with the fat droplet or the nucleus is pushed aside from a signet like structure. هون هاي الجملة عشان تمييز الأديبوس تيشو، كيف احنا ممكن يعني كيف نميزه بالصور. احنا مثل ما بنشوف الأديبوس تيشو بيبين زي كأنه دوائر فاضية. هاي الدوائر الفاضية يعني هي عبارة عن الفات دروبلت، تمام؟ اذا بتشوفوا هون كيف انه الدائرة بتكون، كيف انه النواة بتكون منزاحة لطرف الدائرة، تمام؟ فهي بتبين زي كأنها خاتم، وهنا زي عليها حلقة ألماس. فهنا هي بتكون النيوكليوس على الطرف، بتكون منحازة إلى الطرف. هنا بالنسبة للوايت والبراون فات، بالنسبة للوايت فات هنا بس هي زي كأنه مجرد دوائر وحواليها النواة بس هيك. أما هنا بالنسبة للبراون بنشوف زي كأنه في عندنا نقط، في نقط أكثر، في زي مهمش يعني، في منقوش أكثر، يعني مش مهمش، منقوش أكثر. والإشي الثالث من السبيشال كونكتيف تيشو اللي هي الكارتيليج. متذكرين لما حكينا عن الكارتيليج حكينا عنها معلومة بسيطة بس، إنه هي الكونكتيف تيشو الوحيدة اللي ما بيوصلها، اللي ما بتكون فيها بلاد فيزلز وما بتكون فيها أعصاب. فخلونا نحكي هسه عن الكارتيليج بشوية معلومات أكثر. هو فليكسيبل كونكتيف تيشو، هو كونكتيف تيشو بيكون فليكسيبل، بيكون مرن. الخلايا اللي بتكون الكارتيليج إيش بتكون؟ كوندروسايت. وإيش بتفرز؟ بتفرز produce large amount of
كولاجينس اكستراسيلولار ماتريكس، يعني هي بتكون الخلايا اللي بتكون الكارتيلج، بتكون بنسميها الكوندروسايت، والكوندروسايت هاي بتنتج كميات كبيره من الكولاجين، فبتكون لي كولاجينس اكستراسيلولار ماتريكس. The cells are found in a cavity called lacuna. هسه الخلايا هاي بتكون موجوده ضمن تجويف صغير بسميه اللاكنه، الكوندروسايت بتكون موجوده، الكوندروسايت بتكون موجوده ضمن تجويف صغير بسميه اللاكنه. هسه عشان تستسهلوا الحفظ شوي، انه تذكروا انه الكارتيلج حرف السي مع الكوندروسايت مع الكولاجين، فسي اس سي اس سي. تمام، هسا احنا حكينا انه الخلايا هاي بتكون في ضمن تجويف صغير بسميها اللاكنة. اللاكنة هاي هي اذا كان في عندي جوا اللاكنة اكثر من خلية واحدة، تمام، بسميها ايش؟ كوندروسايت سيت، على اساس انهم مجموعة واحدة. تمام، بالنسبة للإكستراسيلولار ماتريكس بتكون بتحتوي على كمية كبيرة من الكولاجين، هاي اشي طبيعي، وبتحتوي برضو على غير الكولاجين، بتحتوي على ground substance that is rich بال بروتيوغلايكان والإلاستين فايبرز. مثل ما حكيت لكم من قبل انه الكارتيليج بيكون اي فاسكولار، يعني ما في فيزلز، نو بلاد فيزلز، اند اي نيورال، اي نيورال يعني ما في نيرفز، نو نيرف سيلز. بالنسبه للتغذيه، كونه ما في بيوصلوا اوعيه دمويه، احنا كيف بنعرف انه كيف توصلوا التغذيه؟ بتكون عن طريق ايش؟ ديفيوجن. It is rigid. Rigid يعني صلب، لكن ليس صلب تماما. بالنسبة للوظيفة، فهو hold tubes open in animals body due to rigidity. هو بيحمل التيوبس اللي هي الأنابيب الموجودة جوا جسم الإنسان. باستخدام ايش يعني؟ الخاصية اللي بتميزه اللي هي الريجيديتي، حكينا انه هو صلب لكن ليس صلب تماما، فباستخدام هاي الخاصية هو بيحمل التيوبز الموجودة في جسم الانسان. موقعه هو بيكون موجود بالجوينتس، موجود في المفاصل، بتوين بونز، بالمفاصل بين العظام، بيكون موجود بالاير، موجود بالنوز، موجود بالاذن، موجود بالانف، موجود بالبرونكيال تيوبس، التيوبس يعني اللي هي القصبات الهوائيه، الانابيب الموجوده في القصبات الهوائيه، بيكون موجود بالانتر فيرتيبلر ديسكس اللي هي بين الفقرات بالعمود الفقري او بين الفقرات، بيكون موجود انا عندي ايش؟ الكارتيلج. هسه الكارتيلج احنا بقدر اصنفه، يعني هو عباره عن بقدر اصنفه لثلاث انواع مختلفه. تمام، فإما هم الأول اللي هو الإلاستيك كارتيلج، الثاني اللي هو الهيالين كارتيلج، والثالث اللي هو الفايبرو كارتيلج. هسه راح نحكي عنهم شوي. هسه هاي الصورة وهاي الصورة وهاي الصورة، هذول بيكونوا للهيالين كارتيلج. هسه كيف بدي أميز الهيالين كارتيلج بسهولة؟ إنه بتكون الخلية اللي هي اللي احنا قلناها الكوندروسايت بتكون بنفس لون الخلفية، يعني انا مش قادر اشوف الاكسترا سيلولار ماتريكس، يعني كلهم بنفس اللون اساسا. تمام، هي وين بتكون موجودة الهيالين كارتيليج؟ بتكون موجود وين؟ بالتريكيا، بتكون موجودة بالقصبات الهوائية، وزي ما انتم شايفين انه بتكون هوموجينس ماتريكس، يعني مادة متجانسة، المادة الخلية بتكون متجانسة مع البيئة المحيطة، مع البيئة المحيطة بها، فبيكونوا بنفس اللون وصعب اني اميز بيناتهم. اما بالنسبه للالاستيك كارتيلج اللي هي بالصوره هاي والصوره هاي والصوره هاي، اللي بيميزها انها تختلف عن الهيالين كارتيلج. الهيالين كارتيلج كانت الماده الخليه والمواد المحيطه شوي بيها بتكون متجانسه، اما هنا لا، انا هنا سهل اني اميز الاكسترا سيلولر ماتريكس. لو سالني ايش هاي الخليه، ما بقول له فايبروبلاست، الخليه هاي بسميها ايش؟ كوندروسايت، كوندروسايت. وزي ما بتعرفوا انه الإلاستيك كارتيلج بتكون مكونة من ايش؟ بتكون مكونة من الإلاستيك فايبرز. الإلاستيك فايبرز زي ما حكينا عنها من قبل انها بتكون ثين، بتكون انحيفة. بالنسبة للصورة هاي والصورة هاي، فهم عبارة عن الفايبرو كارتيلج. الفايبرو كارتيلج هم بتكون نفس الإلاستيك كارتيلج، لكن الفرق الأساسي بيناتهم إنه أنا بشيل الإلاستيك فايبرز بحط بدلهم كولاجين فايبرز، عشان هيك أنا بشوفها بشكل أثخن، هيك بتكون ثيك. وهنا بحكي لي معلومة هيك بسيطة، إنه الكارتيلج كان كالسيفاي، كالسيفاي يعني يتراكم في، يعني يترسب، فهو كالسيفاي من تراكم الكالسيوم. ليش؟ إنه this is mean there's deposition of calcium، هذا الإشي بيسبب لي كثير مشاكل.
لقدام رح تاخذوا اشي الامراض، لكن احنا بالمحاضرة هون او بالمساق هذا احنا مش مطالبين في هذا الاشي. والاشي الرابع بالنسبة للسبيشال كونكتيف تيشو اللي هو البونز. البونز وين بيكون موجود؟ اللي هي العظام، وين بتكون موجود؟ بالهيكل تبعنا، فهي بتكون موجودة بالسكيلتون. ايش الخلايا اللي بتكون مكونة للبونز؟ اللي هي الاوستيوسايتس. اتوقع انكم اخذتوا بمادة المصطلح مادة الانترو انه الاوستيوم هي اشي بيعود للعظم، وسايت يعني سل، فهي اوستيوسايت هي الخلايا اللي بتكون العظم، وبتكون برضو ممكن تكون موجودة في لكنة اللي هي حكينا انها تجويف. هنا بحكي انه living cells embedded in mineralized organic matrix، هي بتكون محاطة في المعادن mineral. بالنسبة للإكسترا سيلولار ماتريكس مرة ثانية، هي بتكون المادة المحيطة بالخلية ممكن تكون أورجانيك وممكن تكون إن أورجانيك، إما بتكون عضوية وممكن تكون غير عضوية. هسا بالنسبة للمواد غير العضوية، هي بتكون يعني اللي بتكون لي اللي بتكون محيطة بالبون سيلز هي المينرال المعادن بشكل أساسي، وبتكون معظمها مكونة من السولتس أوف كالسيوم أند فوسفيت، من أملاح الكالسيوم والفوسفات. بالنسبة للوظيفة هي السبورت والبروتكشن. تمام، احنا بنعرف انه في عندنا نوعين من البون، النوع الاول اللي هو الكورتيكال بون، ونوع ثاني اللي هو الكانسلس بون. الكورتيكال بون اللي هو راح نحكي عنه هسه، الكانسلس بون ما راح نحكي عنه. الكانسلس بون هو اللي بيجي بشكل اسفنجي، هو قاسي طبعا بس انه بيكون على شكل اسفنج. الكورتيكال بون هو اللي بيكون من برا، الكورتيكال بون بيكون من برا بيكون مش بشكل اسفنجي، وهسه راح نحكي عنه بالتفصيل. هسه بالنسبه للفانكشن تاعتها، احنا حكينا عنها السبورت والبروتكشن. تمام، السبورت احنا وضحناها، بس بالنسبه للبروتكشن، بالنسبه للحمايه، هسه مش لازم يكون في عندنا، لما يكون العظم مش مكون القفص الصدري مثلا، هاي برضه هنا انا هيك بكون استخدمت هاي الكونكتيف تيشو للبروتكشن. هسه بالنسبة للكورتيكال بون، فهو بيتكون من repeating anatomical and functional structural unit called osteon. بتكون من وحدات تركيبية ووظيفية بسميها الاوستيون، وبرضه بسميها ايش؟ الهافرشن سيستم. هون عدوها عندكم، مش هافرشن كانال، هافرشن سيستم. طب تمام، هسه بالنسبة للاوستيون ايش بيكون مكون؟ بيكون مكون من concentric lamina، هي عبارة عن طبقات of mineralized matrix، من مواد معدنية معادن. اللاميلا are deposited around a central canal، بتكون حول central canal known as Havergen canal، contains blood and nerve supply. خلونا نكمل حكي هون عشان نوضح كل شيء بالصورة، كل شيء راح يوضح بعد ما نشوف الصورة. بالنسبة لللاكنة contain the bone cells الأوستيوسايتس، برضو أنا يكون في عندي تجويف بسميها اللاكنة، هي بتحتوي على الأوستيوسايت. and the lamella there are cavities where osteocytes are found around lacna there is الكنالي كولاي، والand between two havergen system بنسميها منطقة بسميها إيش؟ non havergen area. طبعا هنا يمكن حكينا كثير وأشياء مش مفهومة، ويمكن الواحد بينعجق لسانه وهو بحكي، بس هذا كل شيء راح يتوضح في هاي الصورة. بس مثل ما احنا شايفين هون، شايفين هاي الدوائر، هاي الدوائر كلها على بعضها، هاي المنطقة كلها على بعضها ايش بسميها؟ بسميها الهافرجن سيستم. تمام، هاي المنطقة كلها على بعضها بسميها الهافرجن سيستم. هسا هاي الدائرة الموجودة في الوسط، هاي بسميها الهافرجن كانال، وكل دائرة محيطة فيها بسميها ايش؟ اللاميلا. شايفين المناطق السوداء هاي، المناطق السوداء هاي الموجودة جوا الهافرشن سيستم، هاي المناطق بسميها ايش؟ بسميها اللاكنة، واللي هي بتحتوي على الاوستيوسايت. فانا اللي بدي اعرفه انه هنا في عندي الهافرشن سيستم، هاي المنطقة كلها على بعضها بسميها الهافرشن سيستم. في الوسط في عندي دائرة، في عندي قناة بسميها الهافرشن كانال. كل دائرة هون هي مكونة من عدة دوائر، فكل دائرة انا بسميها لاميلا، يعني كل طبقة هي لاميلا. وفي عندي هاي المنطقة المناطق السوداء هاي هي ايش بتكون؟ بتكون عبارة عن لاكنة بتحتوي على الاوستيوسايت. هسا هون في المناطق هاي عبارة عن هافرجن سيستم. هسا هون بالصورة هون المفروض يكون هون في تكملة للهافرجن سيستم ثاني، هون في عندي هافرجن سيستم ثالث،
تمام. المنطقة هاي اللي بتكون بيناتهن، بين الهافيرجن سيستم وبين الهافيرجن سيستم وبين الهافيرجن سيستم، ايش اسميهم؟ بسميهم نان هافيرجن سيستم. هاي الصورة أقرب شوي لنفس الهافيرجن سيستم. هون أنا قاعد بشوف اللاكنة، اللاكنة اللي هي اللي فيها الأوسيوسايت، وأنا هون بشوف قاعد الكانالكيولاي هي القنوات أو بالأحرى فراغات. فأنا من هون قاعد بشوف اللاكنة اللي هي بتحتوي الأوكيوسايت، وهون بشوف الإيش الكانالكيولاي. فهاي الصورة برضو أقرب شوي، هون اللاكنة بتحتوي الأوسيوسايت، هون في عندنا أنا بشوف الكانالكيولاي. آخر إشي بخص الكونكتيف تيشو هو البلد. حكينا عن إنه إذا متذكرين لما حكينا عن البلد جبنا سيرته بشغلة واحدة، لما حكينا إنه جميع الكونكتيف تيشو في ثلاث مكونات أساسية، مع البلد بتكون من مكونين. بس رح نحكي شوية تفاصيل أكثر عن البلد. البلد إيش وظيفة الدم؟ وظيفة الدم كنا بنعرفها إنه هو ينقل المواد الغذائية والأكسجين بين الخلايا، ونفس الوقت يخلص الخلايا من المواد أو الفضلات اللي بدها تتخلص منها. فالفانكشن تاعت البلد هي delivers necessary nutrients and oxygen to the cells and transport metabolic waste products away from cells. تمام، هاي شلوها، هي مش نقطة لحالها، نفس النقطة. تمام، بالنسبة للكومبوزيشن، من ايش بتكون البلد؟ A human composed of blood cells، خلايا الدم اللي هي white blood cells والبلاتلتس والريد blood cells، بالإضافة للبلد بلازما. بلد بلازما هو الاكسترا سيلولار ماتريكس اللي بيكون محيط بالخلايا الدم. بالنسبة للبلد بلازما هو بيكون مكون بشكل أساسي من إيش؟ من الووتر. 92% من البلازما بتكون من المي. هاي البلازما بتشكل لي 55% من الدم. موقع الدم بيكون وين بيكون موجود؟ هو ما بيسبح جوا جسمك بشكل عشوائي، هو بيكون موجود بالبلد فيسلز، بالأوعية الدموية. هسا حكينا عن أنواع خلايا الدم، ذكرناهم ذكر، هسا بدنا نعرف برضو إلهم الاسم الثاني لإلهم، يعني خلينا نكون متعودين عليهم من هسا. أنواع خلايا الدم ثلاث: الوايت بلاد سيلز وحكيناهم من قبل اللي هم الليكوسايتس، والريد بلاد سيلز اسمهم الجديد اللي منا لازم نعرفه ونتعود عليه من هسه هو الإريثروسايتس. أما النوع الثالث من أنواع خلايا الدم هو الثرومبوسايتس واللي هي البلاتلتس. هسه بالنسبة للوايت بلاد سيلز أو اللي بسميها الليكوسايتس، بقدر أصنفها أنا لصنفين أساسيين. إشي بيكون في عندها حبيبات بسميها granulocytes، وإشي بيكون ما في عليها حبيبات بسميها agranulocytes. بالنسبة لل agranulocytes اللي ما عندها حبيبات، إما بتكون monocyte أو بتكون lymphocyte. بالنسبة للي عندها حبيبات بسميها granulocytes، وإحنا حكينا إنها granulocytes. بتكون عندي ثلاث أمثلة عليها: basophil والإيزينوفيل والنيوتروفيل. هسه رح نميزهم بالصور. هنا كملخص سريع لخلايا الدم الحمراء، لخلايا الدم بشكل عام عفوا، خلايا الدم اما بتكون ريد بلاد سيلز او وايت بلاد سيلز او بليتلت. بالنسبه للوايت بلاد سيلز، واحنا مش راح نحكي غير عن الوايت بلاد سيل، اما بتكون اي جرانيولوسايت او جرانيولوسايت. جرانيولوسايت اما نيوتروفيل او بيزوفيل او ايزينوفيل. اما بالنسبه للاي جرانيولوسايت، اما مونوسايت او ليمفوسايت. هسا أنا كيف بدي أميز كل نوع من أنواع هاي الخلايا؟ بالبداية بالنسبة للريد بلاد سيل، أنا بعرف إنه الريد بلاد سيل ما فيها نواة، تمام؟ ما فيها نواة، بتكون مقعرة من الوجهين. بالنسبة للبليتلت، البليتلت بتكون عبارة عن بقايا خلايا، مش خلايا 100%، هي عبارة عن بقايا خلايا. مثلا هاي بليتلت، هاي بليتلت، هاي بليتلت، فهي عبارة عن بقايا خلايا، ثواني، فهي عبارة عن بقايا خلايا مش خلايا كاملة. تمام، هسا بالنسبة للإيش، خلينا نحكي للنيوتروفيل مثلا. النيوتروفيل إيش اللي بيميزها؟ إنها متعددة الأنوية، فأنا بشوفها هنا فيها أكثر من النيوكلياس. بالنسبة للإيزينوفيل، الإيزينوفيل برضو أنا بشوفها هنا بتكون بلون بينكش، بتكون بلون زهري. بالنسبة للبيزوفيل، البيزوفيل بتكون بلون أكثر، يعني هي بتكون بلون أكثر قاعدية، بتكون بلون بنفسجي. بصفي عندي أنا الليمفوسايت، وبصفي عندي إيش المونوسايت. بالنسبة للليمفوسايت، إذا مثل ما بتلاحظوا إنه هون النواة بتكون كثير كبيرة،
لدرجة إنها شوي بتغطي كامل الخلية، فأنا لما أشوف النواة جدا كبيرة وبتغطي لي تقريبا كامل الخلية، أنا هنا بعرف إنه هون الليمفوسايت. يعني مثلا لدرجة إنه هاي الصورة هي غطت الخلية تقريبا كلها كلها كلها، تمام؟ فهون هي الليمفوسايت. بيظل عندي أنا إيش المونوسايت، والمونوسايت هي بتكون شكل النواة بالعادة بيكون على شكل حذوة الفرس، ما تعلمتوها كثير بس هيك بالعادة بيكون. عفوا، النواة بتكون كبيرة بس ما بتغطي كامل الخلية، ما بتغطي كامل الخلية، والخلية أصلا بيكون حجمها كبير. بالنسبة للإريثروسايت، هسا الإريثروسايت تاعت الريد بلاد سيلز اللي هي الريد بلاد سيلز اللي حكينا عنها، احنا حكينا انه ما بيكون فيها أنوي، تمام؟ فهي انا بقدر اميز انه هاي ريد بلاد سيل. هيك بيكون خلصنا الكونكتيف تيشو. هسا ضل علينا المسل تيشو والنيرفس تيشو. بالنسبة للمسل تيشو فبدنا نحكي هسا شوي عن وظيفته ونحكي عن انواعه. أول شيء بحكينا عن الوظيفة، الوظيفة تاعت المسل تيشو هي اللي بروديوس فورس اند موشن، انه بينتج لي قوة وحركة، فأنا بستخدم المسل تيشو للقوة والحركة. موقع المسل تيشو هو بيكون موجود في السكيليتال مسل، موجود بالسكيليتال مسل عن طريق يعني متصل بالبون عن طريق ايش؟ تندونز. بيكون موجود برضه بالوولز اوف اورجنز في جدران الاعضاء الداخليه ان انترنال ستراكشرز مثل السموث مسلز العضلات الملساء. من الامثله على العضلات الملساء هي القلب اللي هي الكاردياك مسل العضله القلبيه. طبعا المسل تيشو بيكون سوفت تيشو، بيكون ايش؟ لين. طبعا عضلاتنا هي مش اشي صلب. وعندنا ثلاث انواع من المسل تيشو. المسل تيشو اما بيكون سكيليتال مسل او سموث مسل او كاردياك مسل، بسميها الميوكارديوم. هسه راح نحكي عن كل نوع من هاي الانواع. هسه بدنا نحكي عن اول نوع من انواع المسل تيشو اللي هو السكيليتال مسل. السكيليتال مسل هو العضلات الهيكليه، العضلات الهيكليه من اسمها هي اللي بتكون الهيكل الانسان، بالتالي هي مسؤوله عن حركته. الفانكشن تاعتها ايش؟ انها بتاثر في السكيليتال موفمنت، في حركه هيكل الانسان، تمام. هسه بدنا نعرف عن السكيليتال مسل. طبعا احنا اكثر الخلايا المستخدمه في جسمك ايش؟ هي الخلايا العضليه، فانت تستخدمها كثير بتحتاج لطاقه كثير، بالتالي هي مالتي نيوكليتد وريتش ان ميتوكوندريا، قال لازم يكون احنا بنستخدمها بشكل كبير. هي بتتكون كومبوزد اوف مايوفايبرل، تمام. هاي المايوفايبرل بتكون على شكل وحدات مكرره بنسميها الساكروميرز، تمام. الساكروميرز اللي هي على شكل ايش؟ خطوط، تمام. فهي بتكون مكونة بشكل أساسي من إيش؟ من الأكتين والميوسين. الأكتين والميوسين هم عبارة عن بروتينات بيساعدوا لي في حركة الانقباض وبسط العضلات. هي بتكون أنبرانشت، السكيليتال مسل بيكون أنبرانشت يعني غير متفرع، ونشوفه هو تقريبا يعني شكله منتظم. موقعه بيكون وين؟ بالتندونز تو بونز، بيكون متصل بالعظام. ستريتد وبرضه under voluntary control، يعني هو تحكم يعني حركة إرادية voluntary، حركة طوعية أنا اللي بتحكم فيه. طبعا نسبته بالميل يعني عند الذكور بيكون 42% من وزنهم، أما عند الفيميل عند الإناث بيكون 36% من وزن جسمهم. قبل ما نحكي عن السموث مسل خلينا نشوف الصورة هنا بالأول. لما حكينا ستريتد، ستريتد يعني هي بتكون خلينا نحكي انها مخططة، تمام. واذا هنا بنشوف، هنا بدنا نشوف انه هنا في نيوكليوس، بس هذا الاشي الوحيد اللي لازم نعرفه من الصورة، يعني انه بتكون ستريتد، بتكون يعني ستريتد يعني مخططة، وهذا الاشي اللي بيميز السكيليتال مسل، وهذا الاشي راح نشوفه لقدام. بالنسبة للسموث مسل، السموث مسل بتكون سبندل ان شيب، بتكون على شكل يعني مغزلية الشكل، unicellulated and non-striated، يعني بتكون خلية، الخلية بتكون من نواة واحدة مش متعددة الأنوية زي السكيليتال مسل، لا بتكون في نواة واحدة بكل خلية. بتكون non-striated، striated حكيناها قبل شوي انها بتكون مخططة، فهي non-striated ما بتكون مخططة. also composed of actin and myosin، برضه هي بتتكون من الاكتين والميوسين، but هون يعني في هاي السموث مسل but there they are arranged in stack pattern and that's why it's not striated.
هي بتكون ما بتكون مرتبه بشكل نفس الشكل اللي كانت مترتبه فيه السكيلتال مسل، لهيك هي مش مخططه. الوظيفه تاعتها هي يعني بيرجع حسب مكانها في الجسم، في فاسيليتيت تو بودي فانكشنز، حسب المكان هي الموجوده فيه. يعني ما لها وظيفه محدده، لا حسب المكان اللي الموجوده فيه. المكان الموجودة فيه هي إما بتكون مثلاً بال طبعاً العضلات الملساء زي ما بتعرفوا، قبل ما نحكي عن الوظيفة زي ما بتعرفوا العضلات الملساء هي العضلات اللي أنا يعني عضلات ما بقدر أنا أتحكم فيها، هي عضلات لا إرادية غير طوعية، فعضلات أنا ما بتحكم فيها. فهيك هي بتكون موجودة وين؟ بتكون موجودة في القلب، بتكون موجودة يعني بتكون موجودة في الهارت، بتكون موجودة بالدايجستيف سيستم، بتكون موجودة بالإيزوفيجس. يعني بالإيزوفيجس مثلا كيف أنا بدي أربط المكان بالوظيفة؟ الإيزوفيجس هو المسؤول عن هضم الطعام، فأنا ما بقدر أنا أتحكم بهاي العملية من تلقاء نفسي، لا هي العملية تلقائية أساسا. فالإيزوفيجس مثلا هون بتعمل، فبصير في هون كونتراكشن للعضلة بتخلي الأكل ينزل للمعدة وهكذا. فهي بترجع لحسب كل مكان إلها وظيفة. برضو موجودة بين بالأريكتروبيلي أوف سكين، هاي الأريكتروبيلي أوف سكين يعني هي عبارة عن عضلات صغيرة بتكون متصلة بتكون على الجلد متصلة بالشعر. فلما نحكي مثلا لما يجي واحد يحكي والله وقف شعري، كيف وقف شعره؟ هو في عضلات صغيرة بتكون متصلة في الجلد يعني بالشعر وبتنقبض لما مثلا لما يخاف مثلا، برضه هذا إشي هو مش متحكم فيه. بالايرس كونتراكشن برضه، ايرس كونتراكشن، ايرس هو بؤبؤ العين. فبؤبؤ العين كيف بؤبؤ العين لما يدخل فيك، لما يدخل يجي على عيونك كمية ضوء كبيرة، لما يجي كمية ضوء صغيرة بيختلف انقباض بؤبؤ العين تبعك، فبناء عليه بيصير كونتراكشن للسموث مسل. فبدك تعرف انه السموث مسل وين بيكون موجود، بيكون موجود في الاماكن هاي اللي حكيناها قبل شوي، سواء كانت قلب، معدة، سواء كانت قصبة هوائية وغيرها. بالاضافة للايرس كونتراكشن مسؤول عن الايرس كونتراكشن انقباض البؤبؤ، وغير هيك بتحكم في البلد بريشر، بيتحكم في ضغط الدم. وحكينا هاي المعلومة اللي هي انه not under voluntary control، يعني انا ما بتحكم فيه. مثلا كيف انه لما حكينا عن الاكل كيف انه هو بنزل بشكل تلقائي، بما انه انا ما بتحكم فيه، مين المسؤول عن تنظيمه ومين المسؤول عن التحكم فيه؟ هو الاي ان اس، هو الاوتونوميك نيرفس سيستم، يعني هو من مسؤوليه الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي الذاتي. هسا بالصورة هاي أنا بدي أشوف إنه هو مش استرياتد، هاي أول شيء، مش منظم 100% زي السكيليتال مسل، لا هو مش منظم. وبرضه لكن الإشي اللي بيميزه إنه في كل خلية فيه نوع. هسا آخر إشي بيخص المسل تشو هو الكاردياك مسل. الكاردياك مسل هي العضلات القلبية، بالتالي أنا بقدر أسميها برضه مايوكارديوم، كارديوم يعني من القلب. وظيفتها بشكل أساسي إنها تضخ الدم من القلب لكامل أعضاء الجسم، بالتالي إيش الوظيفة تاعتها؟ بتكون بامب بلاد. موقعها حكينا إنها موجودة في القلب، فهي موقعها في الهارت. والخلايا اللي بتكونها بسميها المايوسايتس. مايوسايتس هاي بترتبط بين بعض، يعني هاي مايوسايتس مرتبطة بالخلية اللي بجانبها بإيش؟ في منطقة بسميها الانتركليتد ديسك. الانتركليتد ديسك اللي هي هاي باللون بالخط اللي باللون الغامق. الانتركليتد ديسك بتتميز انه فيها جاب جنكشن تسمح بمرور المواد بين المايوسايتس. اللي بيميز الخلايا الكاردياك مسل انها استرياتد مثلها مثل السكيليتال مسل، بالتالي هي بتكون مخططة مثل ما انتم شايفين انه فيها تخطيط، بس الفرق بينها وبين السكيليتال مسل انها برانشد، يعني هاي متفرعة. بالإضافة لهيك إنه الكاردياك مسل بتكون يوني نيوكلياتد، فيها نواة واحدة بكل خلية، وهي حركتها لا إرادية، حركتها غير طوعية، فهي not under voluntary control، ما بتحكم فيها مثل السكيليتال مسل. بحكينا هنا إنه الانتركليتد ديسك هي إنه أنا ما بقدر أشوفها بالعين المجردة، أنا لو فتحت القلب ما بقدر أشوف الانتركليتد ديسك، أنا بقدر أشوفها فقط عن طريق إيش؟ عن طريق الميكروسكوب. فهي are microscopic and defining features of cardiac muscle، فهي عبارة عن مكون أنا بقدر أشوفه أو تركيب أنا بقدر أشوفه تحت الميكروسكوب. الكارديك مسل consists of individual heart muscle اللي بسميها الكارديوميوسايتس، الخلايا اللي بتكون لي القلب اللي هي الكاردياك مسل بسميها الكارديوميوسايتس. بترتبط ببعضها بايش؟ حكيناها الانتركليتد ديسك. الانتركليتد ديسك بتسمح انه هاي الخلايا ترتبط ببعضها، بالتالي الخلايا هاي بتبين زي كانها وحده واحده مش خلايا منفصله،
تمام. فهذا الإشي كثير مهم. ليش؟ لأنه أنا لما بدي القلب ينقبض، بدي القلب، لو بدي القلب ينقبض كل خلية لحالها، هيك القلب يعني رح يتأخر كثير بالانقباض وأنا هيك رح أموت. فالانتركليتد ديسك تفتح الخلايا على بعض، تربط الخلايا ببعض وتوصلهم ببعض، بيشتغلوا وقتها كأنهم وحدة واحدة. فهنا مراجعة سريعة للتايبز اوف ماسلز. احنا حكينا عن السكيليتال، حكينا عن السموث، وحكينا عن الكاتياك. السكيليتال حكينا عنها استرياتد ماسل، والسموث حكينا هي نان استرياتد، الكاردياك هي سيمي استرياتد. يعني السكيليتال هي استرياتد بشكل كبير اكثر من الكاردياك ماسل. بالاضافة لهيك انه الكاردياك ماسل بتكون يوني نيوكلييتد، فيها نواة واحدة بكل خلية، وهي حركتها لا إرادية، حركتها غير طوعية، فهي not under voluntary control، ما بتحكم فيها مثل skeletal muscle. بحكينا هنا أنه intercalated disc هي أنه أنا ما بقدر أشوفها بالعين المجردة. أنا لو فتحت القلب ما بقدر أشوف intercalated disc، أنا بقدر أشوفها فقط عن طريق إيش؟ عن طريق الميكروسكوب. فهي are microscopic and defining features of cardiac muscle، فهي عبارة عن مكون أنا بقدر أشوفه، أو تركيب أنا بقدر أشوفه تحت الميكروسكوب. الكاردياك ماسل consists of individual heart muscle اللي بسميها الكارديوميوسايتس، الخلايا اللي بتكون لي القلب اللي هي الكاردياك ماسل بسميها الكارديوميوسايتس. بترتبط ببعضها بايش؟ حكيناها الانتركليتد ديسك. الانتركليتد ديسك بتسمح انه هاي الخلايا ترتبط ببعضها، بالتالي الخلايا هاي بتبين زي كانها وحده واحده مش خلايا منفصله، تمام. فهذا الاشي كثير مهم. ليش؟ لانه انا لما بدي القلب ينقبض، بدي القلب، لو بدي القلب ينقبض كل خليه لحالها، هيك القلب يعني رح يتاخر كثير بالانقباض وانا هيك رح اموت. فالانتركليتد ديسك تفتح الخلايا على بعض، تربط الخلايا ببعض وتوصلهم ببعض، بيشتغلوا وقتها كانهم وحده واحده. فهنا مراجعه سريعه للتايبس اوف ماسلز. احنا حكينا عن السكيليتال، حكينا عن السموث، وحكينا عن الكاتياك. السكيليتال حكينا عنها استرياتد ماسل، والسموث حكينا هي نان استرياتد، الكاردياك هي سيمي استرياتد. يعني السكيليتال هي استرياتد بشكل كبير اكثر من الكاردياك مسل. هنا بحكي لي what does استرياتد مين، ايش يعني هو لما يكون، ايش يعني لما نحكي عن اشي مخطط؟ استرياتد مين انه محتوي على الساكرومير. هسه راح افرجيكم صوره على اساس انه نفهم ايش احنا قاعدين نحكي. شايفين هاي المنطقه الخطاط، والخط هذا المنطقة الموجودة بيناتهم هي بسميها الساكرومير، تمام. هنا بحكي لنا ايش الفرق بين السكيليتال والكاردياك مسل. هسه بالسكيليتال مسل احنا حكينا انها سرياتد، تمام، بس لكنها بتكون منظمة، بتكون ريجولار، بتكون بارالل باندلز، يعني بتكون منظمة باتجاه واحد وموازية لبعضها. اما بالنسبة للكاردياك مسل فهي بتحتوي على برانشنج، فيها تفرعات، وهي بتكون irregular، وفيها برضو لما حكينا عنها انه فيها intercalating disc. هسا ايش الفرق بين الاسترياتد والنون استرياتد؟ الاسترياتد muscle contract and relax in short intense burst، اما بالنون استرياتد muscle sustain longer or even near permanent contraction. الاسترياتد muscle بتنقبض بسرعة اكبر من النون استرياتد muscle. بالنسبة للكاردياك مسل والسكيليتال مسل حكينا انهم استرياتد، بالنسبة للسموث مسل حكينا انها مش استرياتد، وهذا شو حكينا. اخر شيء بحكي لي هون انه الاسترياتد مسل contracts and relaxes in short intense burst، whereas السموث مسل sustains longer or even near permanent contraction. ايش معنى هذا الحكي؟ انه الاسترياتد مسل سواء كانت سكيليتال او كاردياك هي بتكون اما منقبضة او بتكون منبسطة، تمام، وبتنقبض وبتنبسط في وقت قصير، مش زي السموث مسل. السموث مسل يعني لو بدنا نحكي عن مثلا الأوعية الدموية، لو بدنا نحكي عن البلد فيزلز، البلد فيزلز لو بدي أقبضه على الآخر، أو بدي يكون يعني بدي يكون منقبض على الآخر، أو بدي يكون مرتخي بالآخر، هون الضغط راح يفرق كثير لدرجة إنه أنت ممكن تموت. وآخر شيء هنا في مراجعة سريعة يعني لأشياء حكيناها وأشياء راح نحكيها يمكن جديدة، بس ما أتوقع إنه هنا كله يعني ملخص للإشي اللي حكينا. بالنسبة للشكل حكينا عن السموث مسل إنها بتكون سبيندل، بتكون مغزلية، بتكون فيوسي فورم. أما بالنسبة للكاردياك مسل فهي بتكون برانشينج، فيها تفرعات. السكيليتال مسل بتكون سلندريكال، سلندريكال يعني أسطوانية، بتكون لونج يعني طويل. بالنسبة للفايبرز، الفايبرز هي بتكون موجودة فقط وين؟ بالسكيليتال مسلز. بالنسبة للنيوكلياي كلهم عندهم نواة واحدة ما عدا السكيليتال مسل. السكيليتال مسل بيكون مالتي نيوكلياتد.
بالنسبة للساكرومير، الساكرومير بيكون موجود بالمسل اللي بتكون ايش استرياتد، فهي بتكون موجودة بالكاردياك وبتكون موجودة بالسكيليتال، بس الساكرومير الموجود بالسكيليتال بيكون اكثر. بالنسبة للاسترياشن، الاسترياشن اللي هي التخطيط، فاحنا حكينا انها بتكون موجودة بالكاردياك مسل وبتكون وين بالسكيليتال مسل. السيلف ريجوليشن، الشيء الوحيد الفولنتري اللي انا بقدر اتحكم فيه هو السكيليتال مسل، اما الباقيين الكاردياك والسموث بيكونوا انفولنتري. وهسه وصلنا لاخر نوع من انواع التشو، واخيرا اللي هو النيرفس تشو. النيرفس تشو اللي هو النسيج العصبي، وظيفته كالتالي: بيستجيب للمنبهات، بيتحكم بالعضلات، انا بعطي اشاره للعضله عشان اقدر احركها، بيساهم بالاتزان الداخلي. فوظيفة النيرفس تيشو اللي هي sensory input, integration, control of muscles and glands, homeostasis والmental activity. موقع النيرفس تيشو بيكون موجود كالتالي: إما بالcentral nervous system أو بالperipheral nervous system. الcentral nervous system اللي بتكون من البرين والspinal cord، أو الperipheral nervous system اللي بتكون لإيش من النيورونز أو النيرفز الأعصاب. بس بالنسبة للنيرفس تيشو بتكون لي من النيورونز العصبونات اللي هي نيرف سيلز، وبتكون برضو من النيوروغليا. النيوروغليا اللي هي الخلايا المساعدة، بسميها جليال سيلز، هي خلايا مساعدة بتأمن لي الغذاء وبتساعد الخلايا النيورونز. بالنسبة للنيورونز هي بتستقبل وبترسل الإشارات، تمام. أما بالنسبة للنيوروغليا فهي assist propagation of the nerve impulse and provide nutrients to the neuron. هي بتنقل، بتساعد في نقل هاي الإشارة اللي بتطلعها للنيورون، بالإضافة لأنها بتزود النيورون بالتغذية اللازمة. هسا بهاي الصورة بنشوف خلية عصبية، بنشوف النيورون. أنا هنا بشوف هاي النيوكلياس، تمام. هذا كله على بعضه اللي هو السيل بادي. هاي الزوائد الشجرية أنا بسميها دنترايت، وهذا بسميه ايش الاكسون، تمام. هاي صور بعد ما نخلص الحكي اللي تحت بنرجع لهم. فعندنا اربع انواع من النيرفس تيشو. اول واحد اللي هو الجراي ماتر، فعندنا الوايت ماتر، فعندنا النيرفس، وفعندنا الجانجليا. بالنسبه للجراي ماتر، جراي ماتر يعني الماده الرماديه. هسه خلينا نحكي عن هاي الصورة. الجراي ماتر هون هي الموجودة بالداخل، والوايت ماتر هي الموجودة بالخارج. ليش؟ لأنه هاي الصورة مأخوذة من السباينال كورد. بالبرين بتكون العكس، بتكون المادة الرمادية الجراي ماتر بتكون من برا، والمادة البيضة بتكون من جوا، تمام. هاي وين بلاقيها؟ بلاقيها بالسنترال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم زي ما حكينا البرين والسباينال كورد. تتكون من ايش؟ تتكون من السيل باديز، من الدندرايت، من الانمايلينيتد اكسونز، من البروتوبلازميك الاستروسايت والماكروغليا والاند فيري مايلينيتد اكسونز. طيب، هي بتتكون بشكل اساسي، فيها مايلينيتد اكسون، بس بشكل اساسي من ايش تتكون؟ من الانمايلينيتد اكسون. شاني اين انمايلينيتد؟ انمايلينيتد يعني غير محاطه بغشاء، او خلينا نحكي اذا متذكرينها انها ما بتكون محاطه بغشاء. ما بدي اذكركم بالتوجيه، فخلص ما بتكون محاطه بغشاء. هسه الغشاء هذا بايش بيكون مكون؟ بيكون مكون من ليبت. لون الليبت بيكون بالعاده ابيض، فهي بما انها غير محاطه بهذا الغشاء الابيض بالتالي هي ما بتكون بيضه، بتكون جراي. فهيك تذكروها انه الوايت ماتر بتكون مايلينيتد اكسون، الاكسون بيكون محاط بغشاء عشان هيك بيكون لونه ابيض. اما بالنسبه للجراي ماتر هي بتتكون بشكل اساسي من الانمايلينيتد اكسون، بالتالي ماده غير يعني مش محاطه بالغشاء الابيض الدهني الابيض، بالتالي هي بيكون لونها جراي، بيكون لونها رمادي. بالنسبه للوايت ماتر هي برضه موجوده بالسنترال نيرفس سيستم، تتكون من المايلينيتد اكسون والفايبرس استروسايت والمايلينيتيك اوليغودندروسايت والمايكروغليا. اخر شغلتين اللي هم النيرفز والجانجليا. النيرفز اللي هم الاعصاب بيكونوا موجودين بالبريفيرال نيرفس سيستم، الجهاز العصبي الطرفي. والجانجليا برضه نفس الشيء بالبريفيرال نيرفس سيستم. والجانجليا لازم تعرفوا انها عباره عن يعني تجمعات من السيل باديز. هسا بهاي الصورة معطينا صورة عن الجانجليا، وصراحة يعني الصورة مش واضحة جدا، بس بالنسبة هنا في هاي الصورة بيعطينا مكبر لي صورة الوايت ماتر، وهنا بيبيني انه هاي تجمعات من الاكسونز. بالنسبة لهاي الصور، تمام، هنا بيبين لي اللي هو عبارة عن النيورون، هذا كله نيورون. هنا النيوكليوس، هنا السيل بادي، هنا السيل بادي لنيورون ثاني، هنا النيوروغليا،
هون ببين لي الجراي ماتر والوايت ماتر. صراحة ما أتوقع يسأل عن الوايت ماتر والجراي ماتر، لأنهم يعني جدا الصورة هاي كبيرة على مستواكم. فبس إنه لازم تكونوا عارفين يعني الأشياء الأساسية في هاي الصورة. تمام، هون كملخص سريع، النيرفس سيستم اما بيكون سنترال نيرفس سيستم اللي هو جهاز عصبي مركزي، او بيريفيرال نيرفس سيستم اللي هو جهاز عصبي طرفي. هسه السنترال نيرفس سيستم سي ان اس بيكون سباينال كورد والبرين، الحبل الشوكي والدماغ. اما البيريفيرال نيرفس سيستم فهو بيكون عباره عن تفرعات من النيرف، تفرعات من الاعصاب. وظيفه النيرفس سيستم انه سنسوري انبوت، انتجريشن، كنترول اوف مسل اند جلاندز، هوميوستاسيس والمنتال اكتيفيتي. هيك بتكون التجربة انتهت، إن شاء الله يعني تكونوا لقيتوها، إن شاء الله تكونوا حصلتوا العلم الكافي. التجربة شوي طويلة صراحة، بعرف إنها شوي حتكون شوي صعبة، بس إن شاء الله يعني إذا بتنظموها بشكل كويس، بتقسموا كل نسيج لحال، تسهل أموركم. نصيحة أخيرة وضروري جدا، ترجعوا لصور السلايدات اللي نزل لكم إياها الدكتور، لأنه الصور إذا راح يجي صور ما راح يطلع عن صور السلايدات. إحنا حطينا هنا بالتفريغ أكبر عدد ممكن من الصور، ويعني الصور المهمة جدا، فمش غلط لو تشوفوها بشكل أوضح بالسلايدات، لأنه هنا يعني إحنا صغرنا حجم الصور بالتفريغ. فنصيحة إنكم ترجعوا للصور الموجودة بالسلايدات حتى إنه تكونوا يعني عارفينها بدقة. هيك نكون خلصنا التجربة، إن شاء الله بالتوفيق ويعطيكم العافية.